عرس تحول إلى مأتم أو مجزرة بشرية بسبب الألعاب النارية، وكل الكلمات هنا مباحة لوصف حجم المأساة، ولكنها لن تكون كافية. حريق اندلع في قاعة للأعراس بقضاء الحمدانية، ترك خلفه المئات ما بين قتيل وجريح ومفقود التهمته ألسنة اللهب. صدق ما أقدر مخنوق، صدق مخنوق. شنو اللي سفت جوا؟ حريق صار بالقاعة مال حفلة جوا، تقريبا أقل ال 1000 نفر جوا كانوا. نص ماتوا ونص طلعوا. جانا الدفاع، بس احنا نطالب يعني الدولة، عندنا احنا قضاء مساحة محافظة، في اطفاء واحد، مركز واحد، مفروض احنا كل حي يخلونه في اطفاء. شهود عيان يقولون ان عجلات الاطفاء كانت قليلة، والدفاع المدني قال ان المواد التي شيدت منها القاعة سريعة الاشتعال وغير مسموح باستخدامها، كلها اسباب اجتمعت وتراكمت لتخلف فاجعة ضربت نينوى بلمح البصر. اكو ناس عوائل حفنا مع العوائل، اطفال اكثر شيء راحت بيه اطفال النسوان، الاطفال قتلوا وين اكثر شيء؟ قتلوا بالزوايا، الطفل ما يعرف وين يخلي يطير روحه، اذا بروحه على الزوايا، على الزوايا مع القاعة. وقع تشينكو عليه، نص تشينكو نص واقع، صورته يمكن من جوا شفته. مستشفيات المدينة غصت بالمصابين، والآلاف من أبناء الموصل توجهوا إلى مراكز التبرع بالدم لسد الحاجة والنقص، فيما فتحت المذاخر أبوابها بالمجان في محاولة لتوفير ما تحتاجه المستشفيات على أمل استيعاب هذه الكارثة. جوا عبارة عن كورة من نار، كان أكو جثث وكان أكو ناس حتى يعني بالنفس الأخير، لكنه اللي شفت أطفال خطية، يعني ناس أبرياء يعني. لم ينسى بعد سكان نينوى فاجعة العبارة، فحلت عليهم فاجعة قاعة الأعراس، وفي كلا الحادثتين كان الناس يبحثون عن الفرح وصادفهم الموت، الأول مات غرقا والثاني مات حرقا، وكلاهما موت مر. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.